حسن فين يا عم بهناسي؟ حسن ده كله عشان حسن معرفش. فين حسن يا عم بهناسي؟ معرفش. ازاي تبقى ابوه ما تعرفش هو فين؟ لا مؤاخذة حضرتك عندك أولاد؟ لا. لا مؤاخذة حضرتك عندك أب؟ أيوه. لا مؤاخذة أبوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ أوه لا. خلاص لما أبوك يعرف ابنه فين أنا كمان أعرف ابنه فين. يا باشا أنا شايفه بعيني خارج من الحارة، لابس ومتأنتج زي عادته كل ليلة خميس وليلة حد. بيروح فين كل ليلة خميس وحد؟ الله أعلم يا باشا. وبيروح ساعة كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس أكيد بيرجع لما القهوة تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجه عن حسن الا حكايه خروجه كل ليله خميس وليله حد لابس ومتأنتك. كل ليله خميس وحد لابس ومتأنتك. لابس ومتأنتك. متأنتك ولابس. لابس ومتأنتك. ولابس لابس ومتأنتك. منتصر منتصر انت معايا يا معتصم؟ ومتأنتك. هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتأنتك؟ الهدف لابس ومتأنتك يا فندم. قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. كان ايه يا معتصم؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادت؟ ايوه عارف عارف، معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الاداره الا وهو معايا يا فندم. لابس ومتأنتك. متأنتك ولابس. استاذ استاذ يا استاذ. نعم يعني نعم يا حبيبي. الصبر طيب طيب الصبر طيب، ما حدش بياكل اكتر من بطنه. خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبالي نفسك بيها على الموز. احنا عايزينك بسرعه يا حسن ومن غير ما نعمل شرشره. بس بعد ما تعشى. ثانيه ثانيه ارجع وانت بقى تبع اهل العروسة ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح، احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشويه اكل على مزاجك كده. تعرف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمن ده. لسه الحلو بقى كمان غير الانس والفرفشه. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش اللي هو كويس؟ أنا قلت لكم المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كثيف. وبعدين أنا ناقص تعاكم عليا فيلة مفترجة زي دي؟ يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق، رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق، مفيش فايدة يا جدع. هي أنا دايم زي ما بقول لك. خلصت يا حسن؟ خلصت يا سيدي، مفيش داعي للحلم، ده حاجة تقرف. اتفضل. عن إذنكم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني، أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. امال اقول ايه؟ تقول الحقيقه. ماشي. الحقيقه انه حلم. حسن حسن انت قاعد على القهوه سمعت ناس بتتكلم، قول لي اساميهم ما تخافش. طب بلاش، مش عارف اساميهم اوصف. القهوه ما حصلش فيها حاجه. يبقى في صالون الحلاقه بتاع والدك زبون طرطش كلام وقال. بقول لحضرتك ايه، انت كده بتضيع وقتك معايا. ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه بحالها ورا الموضوع ده، وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك. ده من حسن حظي.
طيب حس كده بقى، انا هقول لك على كل حاجه بصراحه. وانا بقى مستني اللحظه دي من زمان. وانا في الفرح شربت كاسين، بعد الكاسين خدت حتتين لحمه، دخل عليهم صدر رومي مع شويه رز بالخلطه. طبعا تقلت، وانا لما بتقل مبقاش عندي استعداد اتكلم مع حد، ببقى عايز انام. فندم خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا؟ يا خليل فندم، حسن بيه في اي بي، خمس نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترف. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين هي، انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل بقى، قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل، اوطى خليل شويه. اهو جدع خليل. يلا بينا. مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟